في البداية باسمكم جميعا أشكر الأستاذ أبو قاسم الشبري، ثم أريد أن أشكر الحضور الكريم على تقبل الدعوة والفضل. معنا إذا الأستاذ أبو قاسم الشبري الذي سيقوم بمناقشة أو قراءة كتابه الجديد حول الوكالة، وأيضا معنا الأستاذ الذي سيقوم أيضا بطرح بعض التساؤلات في مناقشة المجموعة الجميلة مع الأخوات الأساتذة والباحثين ورجالات ونساء الوكالة والقاطنين بالوكالة والأصدقاء والزملاء الأعزاء الإعلاميين الصحفيين، وهنا ما ننساوش باش نوهب الأعضاء ديال فريق برنامج أمدو إخواني جاي من أكادير وكيتورني عمل ديالو معنا جاي يقدموا لنا اسم الحسين فوزي بروديكتور ديال ليميسيون أمدو ومقدم سي حسن بوكوس أبو حسن بوكوس مخرج برنامج أمدو. شنو كتقول لنا على الجديد مازاغون؟ كيف لقيتوا الجو؟ الجو الحمد لله تقريبا هذه 10 ايام وحنا هنا، الجو ساعدنا مزيان، كانت الشميسه، كان بعدا بالنسبه للتصوير كانت الظروف ملائمه. بالنسبه للمسائل الاخرى بحال التعاون مع الناس، لقينا واحد الطيبوبه، واحد المساعده، واحد الانفتاح من طرف الساكنه المحليه. شرفنا بهذا الحضور. مجموعة حي البرتغالي كانت هي أول من بادر إلى اقتراح توقيع ديال الكتاب. رضوان الخديوي كان هو أول واحد اقترح باش يشرفني ويدير قراءة الكتاب. أستاذ أبو القاسم الشبري، في الكتاب وفي المناظر المتعددة معروف كباحث متخصص في علوم التراث والآثار بشكل عام، لكنني في هذه اللحظة حتى لا أكرر أشياء معروفة في أن أقول لكم بأن أستاذ أبو القاسم الشبري اعتز بمعرفته الآن التي تمتد لأزيد من 25 سنة تقريبا، وهي مدة ربع قرن من العلاقة الأخوية السابقة التي أساسها في منطلقها وإلى هذه اللحظة هي المعرفة الأثرية أو المعرفة بالشيء الأثري والتراث. فولدت هذه المعرفة وهذه العلاقة في رحاب المعهد الوطني للعلوم والآثار الذي ينتمي له هو كأحد مؤسسي جمعية خريجي ورئيس جمعية اليوم، وأيضا باعتباره من الدفعة الأولى، أحد خريجي المعهد الدفعة الأولى، لنقول ونحن نقول في لدينا بأنه أحد أشرار أو أركان معهد الآثار، المعهد أيضا الذي أنتمي إليه أنا، وإن اختلفنا في التخصصات إلا أننا نلقى في معايير التراث الثقافي. التعلق أكاد أقول بأنه ذو طابع روحاني وذو طابع صوفي، فيه الكثير من الألفة والائتلاف، وفيه الكثير من الترقي في مدارج الخوض في الشيء المكاني، علما أنه عندما يكون تخصص هو تخصص في الآثار وفي التراث وتكون التربة والممارسة طويلة الأمد، يتحول هذا التعلق الروحي إلى نوع من إرادة الفعل، وهذا ربما إرادة الفعل كرغبة كقوة نافعة داخلية، وهذا ربما ما يفسر إلى حد ما تلك القوة التي يتميز بها أستاذ أبو القاسم الشبري في جل نقاشاته وطريقة طرح الأفكار وفي القوة الحجاجية التي يذهب بها بعيدا أثناء الدفاع عن شيء تراثي وأثناء صياغته أيضا لهذا الكتاب. قديمية لكتاب دكالة وإيالتها جهة دكالة عند تاريخ وآثار. تشتمل هذه الورقة على ثلاث عتبات وعلى قراءة تركيبية موجزة جدا وليس قوية جدا. إذا سمحت
يؤشر العنوان كصيغة، يؤشر العنوان كصيغة مركبة على نوع من الوعي، بل إن تقاطع مستويات من المعرفة بالمكان في دكان العادية الثقافية التاريخية والإدارية الترابية، دكان الموروثة ودكان الكائنة اليوم. وقد جمعت تركيبة العنوان عبارات تمتق وتنهل من معاجم مختلفة: المعجم التاريخي، الإيالة، التاريخ، المعجم الإداري الترابي ومستوياته القديمة والحديثة، جهة، دكالة، كلها عبارات في نقل العنوان. ثم معجم ثقافي معرفي يتجلى من خلال تركيبة متوالية الجمل من جهة، وثانيا من جهة تنصيص على معرفتين هما التاريخ والآثار. كل هذه العبارات المعجمية متضمنة داخل عنوان واحد قوي. تتميز العناوين التي تسودها الجمل الإسمية بأنها عناوين ذات منحى إيحائي إلى جانب طابعها التوجيه. لقد وجهت القراءة في مادة الكتاب منذ الغلاف، وفي نفس الوقت أحاط القارئ المنتبه علما بأن الكتاب عن دكالة لها مداخلها المتعددة والمتراكمة سيبوبوزي، وأن الخطاب المعرفي هنا أو حتى ذلك المفكر فيه والذي تكون مادته دكالة بل وغيرها من المواضيع التراثية والتراثية لا بد وأن يكون منتبها إلى شروط السياق، إن لم نقل السياقات التي يعلو بعضها على بعض. فكلمة إيالة الواردة في العنوان ترتبط بالوجود العثماني بشمال افريقيا في بعض معانيها، حيث اطلقت على مناطق من قبيل ايالة الجزائرية او من قبيل قائم مقام في ليبيا، لها سياقاتها التاريخية. كما ان المغرب سمي في الفرنة بالايالة الشريفة ككل، علما انه في المعنى اللغوي، وربما هذا هو المقصود في العنوان، في المعنى اللغوي الإيالة هي كل قطعة من الأرض عليها والد من السلطان، فهي إلى حد ما مرادف لعبارة ولادة. العتبة الثانية وهي صورة الغلاف. صورة الغلاف برج الملاك بمزاره. لا يخلو الأمر في اعتقادي عندما يتعلق الأمر. سمحتوا لي إذا كان كيزعج الكود ديال هنا نطفيه ونخدم الذي غادي ربما نتواصلوا احسن اذا سمحتوا لي، اذا تحس بنا فيه ازعاج. العتبه الثانيه هي صوره الغلاف. صوره الغلاف برج الملاك بمزاغان لا يخلو الامر في اعتقادي عندما يتعلق الامر بلحظه اتحاف، يعني زخرفه واجهه الكتاب الاول، علما انه لصديقي الشبري اصدارات قبل هذا الكتاب، لا يخلو الامر من حموله عاطفيه. انا جربت الامر مثلا في وضعيات معينه، لا يخلو الامر من حموله عاطفيه. توحي الصوره في واجهه الكتاب بفكره الوصول الى مزاغان ومنها الى بلاد دكالة عن طريق البحر. ولعل الاستاذ ابو القاسم الشبري تمنى لو استطاع ان يلتقط صوره لمدخل باب البحر من داخل البحر حتى نعيش معه فكره الوصول الى اعتاب مزاغان تغر ومنها إلى أعماق الإيالة. لهذا فإننا نقول بأنه بقدر ما يعتبر اختيار صورة الغلاف في أي منشور أو مطبوع مسألة تقنية، فهي أيضا وقبل كل شيء قضية استراتيجية خطاب، وعلى ما دل على الموقع الذي يحدده المؤلف لنفسه في ارتباطه بكتابه وبقارئه. الصورة تبدو دعوة ذكية إلى دخول دكالة، تبدو دعوة ذكية إلى دخول دكالة من باب اختاره المؤلف، باب الأثر البرتغالي، لكن بالرجوع إلى زاوية التقاط الصورة. نتخيل أن المؤلف في زاوية ما يلتقط صورة للبرج، زاوية التقاط الصورة لها معناها، ليس فقط دخول إلى دكالة من خلال الثغر البرتغالي أو الثغر في وضعية الاستغلال أو الاستعمار البرتغالي. زاوية التقاط الصورة متحكمة في برج الملك الدومين وليست منبهرة ومستسلمة. العتبة الثالثة وهي مجموع الفواتح أو مجموع المقدمات التي مهدت لنص الكتاب، وفيها
كلمة جمعية الوكلاء وتقديم الأستاذ رحمه الله الخطيب وتوطئة بقلم الدكتور محمد مهناوي. جاءت كل من كلمة جمعية الوكلاء وتقديم الأستاذ رحمه الله الخطيب وتوطئة الدكتور محمد مهناوي متكاملة، وإن اختلفت زوايا النظر إلى الكتاب. سأقول جوانب التكامل ولكن على شكل ثلاث نقاط. في خصوص مثلا كلمة الجمعية أبرزت المساهمة في مساهمة الكتاب في كتابة التاريخ الدكالي بأبعاده العامة والأثرية المالية، مع التنصيص على مسألة التاريخ. من عنصر آخر، هناك شرعية الكتاب وشرعية الكاتب من خلال السيرة المهنية، وصاحبة الشهادة هنا هي الأستاذة رحمة الله الخطيب اللي هي قيدومة أثريين أثريات المغاربة، وهي شهادة يعتز بها بكل صراحة أي واحد منا خريجي مع الآثار والطرق، باعتبار أن السيدة ذات مسار مهني مشرف، وبالتالي هذه الشرعية بين مزدوجتين، فالكتاب له شرعيته بدون شهادات، ولكن للكلمة وقعها في نفوس المتخصصين وفي نفوس في أنفس حتى غير متخصصين. ثم الكاتب أو الكاتب العنصر يعني في كلمة الدكتور مهناوي، أشار الدكتور مهناوي إلى مسألة أن الكاتب مؤسس للاهتمام الأثري بالمنطقة من خلال مسار تبدأ في بداية التسعينيات القرن العشرين، وكتابه أي كتاب المؤلف هذا الكتاب قادر على تهيئة قاعدة مهتمة بالتراث. في رأيي الكلمات بثلاث: الجمعية، البعد التاريخي المفتوح العام والخاص، كلمة الدكتور نعمة الله الخطيب تؤشر على جانب الشرعية، شرعية المؤلف وشرعية المؤلف، ثم كلمة الدكتور محمد مهناوي الذي أشار فيها إلى أن الكاتب مؤسس للاهتمام بالموضوع وللرجل معرفته بالأمر، والكتاب بدون شك سيؤسس لقاعدة ستهتم بما سيصدر بخصوص التراث في دكانه. العتبة الرابعة، أجمع فيها بين الاستهلال، المؤلف الكتاب ومقدمة الكتاب. عالج المؤلف في الاستهلال سياقان، الشخصي والموضوعي المؤطرين للكتاب، فبين المصادفة واختمار الفكرة، وبين المحطات المهنية ولحظة القطيعة مكانيا دون أن ينفصل التعلق بدكالة، مثلا مساهمة المؤلف في Urban City Life، وبين الوعي بحاجة المشروع التربوي الوطني مدى الشأن المحلي، والنهل من تجربتي المختار السوسي وفكر عبد الله العروي، يمتلك الكتاب، أو هكذا نفهم بأن الكتاب يمتلك بوصلته التي يمكن أن نحدد أن من بين مرتكزاتها العناصر التالية: التواجد الفعلي في دكالة، هذا كتاب كتب من داخل دكالة، المؤلف شاهد بل وصانع لبعض الوقائع أو مشارك فيها، مثلا عملية الترميم التي وقعت في مجموعة من المحطات التاريخية، وهناك شهادة في الكتاب عينية لها قيمتها التاريخية والتأريخية إذا استحضرنا العربي. عنصر آخر: المهام الوظيفية ذات طابع منسجم مع قضايا الكتاب، الذي يكتب كباحث ويكتب أيضا انطلاقا من بعد وظيفي فهو قريب من الحدث. عنصر آخر: حجية الانخراط في المشروع الأكاديمي التربوي، هذا كتاب صاحبه واعي منذ فترة طويلة بأن الشأن المحلي الذي من مكوناته موضوع التراث، وبالتالي فهو انشغال أكاديمي مستمر. ثم في الاستهلال هناك إشارة جيدة ومهمة جدا إلى مسألة الوعي بقضية الجهوية قضية ثقافية، عندما تحدث مثلا عن مسألة بأن التقسيم في المشروع ربما مستقبلي، مسألة الجهوية بين الدكان التي قد تكون بين عبد الله تكون تابعة إلى جهة مراكش، ودكان الآن التي ربما ستكون تابعة إلى جهة الدار البيضاء، وما قد يترتب عن هذا من عدم استمرار عنصر ثقافي مؤسس لجهة لدكانة ككل، هذا الانشغال المثقف المتتبع
الذي يعطي في لحظة قبل أن يقع الفأس في الرأس، ربما يعطي إشارة إلى أهمية أخذ بعين الاعتبار البعد الثقافي والهوياتي، يعني من جانب الهوية في القرار الإداري. اختار المؤلف أن يكون قريبا من القارئ، أن يكون قريب المنال دون أن يكون سطحيا، أن يتواصل مع الجميع وأن يستفز الآخرين الذين يملكون رصيدا من المعرفة، والذين حسب تعبيره والذين ما زالوا لم يخرجوا كل ما في جعبتهم من المعارف حول التاريخ العام والخاص والتراث الثقافي لدكالة حسب تعبير المؤلف في الصفحة 19-20. أما في المقدمة فإننا نعاين انطلاق مرحلة ثانية من استراتيجية الكتاب عند أستاذ أبو القاسم الشبيب. نؤلف على أهم القضايا التي تشغل بال المتتبعين لموضوع دكالة، تسمية، سكان، إنسان، تاريخ، وتوقف عند اللحظات المفصلية في تاريخ المنطقة مبرزا موقفه ومواقفه من أهم القضايا، مواصلا حتى الدؤوب على عدم الوقوع في التسليم المفرط بالمعرفة السهلة، في عدم الوقوع بتسليم المفرط بالمعرفة السهلة. كلمة الأستاذ أبو القاسم الشبري. أعتذر لكم إذا كنت قد أطلت عليكم القراءة، فليس من عادتي أن أقرأ الأوراق، ولكن السياق اقتضى كثير من التركيز ومن جمع العبارات. أعطي الكلمة للأستاذ أبو القاسم الشبري، ربما في لحظة تقديم لهذا الكتاب وإشراك الجمهور في السياق العام والخاص الذي هو الكتاب الحقيقة تألف مراه إقرار الاستهلاك، تألف وعد العدد ديال المشاكل وكذا إلى آخره، وبقية مركونة في رفوف المكتبة في البيت، وباش غادي يولي يعاود بعد يعني واحد المدة طويلة، والزوجة ديالي كتلح عليا باش نخرج، لأن أنا كنسمي الكتابة سبقات، يعني حملت بها الكتاب بحالي بحال الحمل العادي ديال الطبيعي البيولوجي ديال 9 شهور، ولكن ملي كملتو لقى مركون في الرفوف ديال المكتبة وكان يمكن ما يخرجش، فتا هي فرصة باش نشكرها، غادي تلقاو هادشي مكتوب هنايا، غادي تروح لوالدي رحمه الله المقاوم الذي مات مغبون. شكرا لكم.